هاي تتكون الجنينة بالبيت من المكونات الطبيعية وهي المزروعات اللي فيها والمكونات الإنشائية مثل الأحواض، المقاعد، البرك والممرات. المكونات الطبيعية بتشمل الأشجار التزيينية المعروفة بلون الأخضر يلي بتلعب دور كبير بتأمين الفي، تنقية الجو، التخفيف من مستوى التلوث وخفض درجة الحرارة. من أهم الأشجار يلي بتنزرع بجنينات البيت الزيتون، السرو، السنوبر والنخيل. عنا كمان الأشجار يلي تستعمل لتحديد الجنينة وحمايتها وعزلها من محيطها الخارجي، المسطحات الخضراء أو لونز وأشهر الجازون يلي بيحتاج أكيد لمي وقص، المتسلقات أو كلايمبرز المناسبة لتغطية الحيطان ويلي بتنزرع بفصل الربيع، ومنها الهيدرا، الياسمين، العنب وطربوش الملك. مين قال خططوا جنينتكن بشكل تزهر كل أيام السنة ومش بس لموسم واحد؟ أنا قال بشوفكم بكره.